اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مصر احلى، مستمرين في حملتنا رمضان احلى بنفع العباد، وكل يوم معاكم باذن الله تعالى لغايه انتهاء الشهر الكريم، كل يوم معاكم باذن الله تعالى في نفس الميعاد. يا ربنا يتقبل منا جميعا يا رب الصيام والقيام وصالح الاعمال. كلنا بيلفتنا قوي في رمضان، يعني عايزه بس اقول لكم حاجه النهارده، لان احنا كنا كلامي امبارح مع زمايلي في الكرو، احنا ماشيين وكنا بنشتغل لحد الفطار، وطبعا المشهد اللي احنا بنشوفه كل سنه بتلاقينا دايما واحنا ماشيين بتلاقي في شباب وفي ناس بتوقفك على الطريق قبل الفطار، اللي بيدي لك ميه، اللي بيدي لك عصير، بيدي لك بلح، وتلاقيهم موجودين منتشرين في كل انحاء الجمهوريه. المشهد الجميل ده اللي هو فيه الإيثار، يعني حتى كنت بقول لزمايلي واحنا ماشيين، بقول هو ده الإيثار، ان هو يعني وقت الفطار هو ما بيفطرش، هو واقف وعمال يقدم هنا ويعمل هنا ويوقف العربيات دي ويقف عند عربيه ميكروباص يديهم مثلا عدد، والاجمل مثلا تلاقي مثلا واقف عند عربيه ميكروباص مثلا تلاقيه بيديله مثلا ازايز ميه او عصير، وتلاقي الناس لو العدد مش كافي على قد العدد اللي موجود تلاقي ناس تانية تدي لبعضها وده يدي لده. فالإيثار الجميل اللي احنا بنشوفه، روح التكاتف، روح الجميله اللي احنا بنشوفها في رمضان. يا رب يعني في اخلاق جميله قوي بتطلع في رمضان، وكتير من المصريين بيشهدها فعلا، وقد ايه مثلا تلاقي مثلا لو ناس في شغل وتلاقي في من اخواننا المسيحيين موجودين، تلاقي مثلا ما يرضاش يشرب حاجه، ما يرضاش يشرب حتى الميه قدام حد علشان مثلا يعني ما يضايقش مثلا زميله المسلم. فروح الجميله اللي احنا بنشوفها في رمضان، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انها تفضل معانا طول السنه، احنا بنهذب انفسنا وبتكون عندنا الاخلاق الكريمه دي اللي ربنا بيعلي بيها يعني ميزان حسناتنا وبيغفر لنا يعني قد ايه ممكن يكون في ذنوب مثلا او تقصير او كذا واحنا طول الصيام في رمضان. احيانا ويمكن عن سمعت ده عن حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ان ايضا الاخلاق الكريمه هي بتهذب النفس وبيكون ليها اجر كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. يمكن اتمنى يعني ما بتكلم عن الروح الجميله اللي احنا بنشوفها في رمضان دي، اتمنى انها تفضل معانا طول السنه، اتمنى ان احنا فعلا يبقى احنا خدنا كاننا خدنا كورس كده خدناه في شهر رمضان ونكمل بيه السنه، بقى خلاص احنا قعدنا كده 30 يوم خلاص اتعودنا عليه، نتمنى ان هي تفضل ان شاء الله طول السنه، ويكون عندنا بقى فعلا صيام الجوارح، وان احنا نحفظ ألسنا يعني، وان احنا فعلا نتعامل مع بعضنا بالاخلاق الكريمه. بما اننا بنتكلم عن التكاتف والتراحم، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني اخبرنا ان الراحمون يرحمهم الله، فاحنا بنتكلم احنا مثلا طول السنه بنحاول ان احنا نشوف اهالينا المستحقين والاكثر استحقاقا والاكثر فقرا طول السنه بنحاول، وايضا طبعا اهم حاجه زي ما قلت لكم قبل كده بننزل علشان نفع العباد كل يوم، فبيكون اهم حاجه نعملها واهم صدقه اهم حاجه ممكن تعملها الصدقات، واهم صدقه صدقه الاطعام، او افضل الصدقات عند ربنا هي صدقه الاطعام، وبنشوف اهالينا في كل مكان ازاي ممكن ان احنا نوصل لهم بقدر امكاننا، وان احنا نسعدهم بإدخال البسمة والفرحة على قلوبهم، وان يكون هو ده الباب اللي احنا ندخل منه. ولكن مش عايزين ننسى ان احنا بينا هنا موجودين في مصر اشقاء لينا من دول عربية كتيرة، ومن دول يعني بنقول يعني نحسبهم ان شاء الله يعني عند ربنا سبحانه وتعالى من الاغنياء، هم فقراء وموجودين بينا هنا، وللاسف يعني هم اللاجئين اللي موجودين من العراق ومن سوريا ومن اليمن ومن السودان ومن الصومال، كتير منهم موجودين هنا، وكتير منهم ظروفهم طبعا زي ما انتم عارفين ظروفهم صعبه جدا، ممكن فعلا يكون ما يكونش عندهم قوت يومهم. فاحنا فكرنا النهارده ان احنا ندخل من باب نفع العباد النهارده، في ان احنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اخبرنا باغاثه، يعني اخبرنا بان احنا يعني يجب علينا او يكون من اهم ابواب النفع ايضا ان احنا نغيث الملهوف. فاحنا النهارده نزلنا من باب نفع العباد ان احنا نشوف اشقائنا الموجودين، ورحنا بعد الاتفاق مع المفوضيه العالميه لاغاثه اللاجئين، جينا النهارده علشان نشوف مين من اشقائنا اللي فعلا محتاجين للمساعده، مين اللي محتاج ان احنا نيجي لحد عنده ونقول له احنا معاك، ونقدم له هديه بسيطه في رمضان، اقل حاجه نقدر نعملها، وندخل البسمه والفرحه على قلوبهم. اذا كنا بنتكلم عن التكاتف والتراحم، فاحنا النهارده يعني يعني معانا مش احنا لوحدينا، بيتعاون معانا اكتر من جهه، اولها مؤسسه سما لتنميه المجتمع برئاسه الدكتور حسن راتب اللي هو مدنا بكراتين الطعام الهديه، وثانيها نادي
اكتوبر، يعني ربنا يجازيهم كل خير اللي هو استضافنا النهارده واستضاف كل اشقائنا من الدول العربيه واللي احنا بنقول عليهم يعني للاسف اللاجئين. ربنا يا رب يعافيهم ويرجعوا بلادهم سالمين. وايضا المفوضيه العالميه لشؤون اللاجئين هنكون النهارده كلنا مع بعض علشان نحاول نرسم البسمه والفرحه على قلوب اهالينا واشقائنا من الدول العربيه الشقيقه اللي فعلا يعني محتاجين ان احنا فعلا نقف جنبهم ونسمعهم ونقول لهم كل سنه طيبين ونحاول ندخل البسمه والفرحه على قلوبهم. تعالوا معانا نشوف. ازيك يا سياده المشاور؟ كل سنه وانتم طيبين. ازيك يا سياده؟ عامله اخبار معاك؟ مبروك جدا يعني على ان انت يعني استضفتنا النهارده وان انت يعني دايما يعني ده دور المسؤوليه الاجتماعيه لاي كيان زي ما بنقول. فدور المسؤوليه الاجتماعيه لنادي 6 اكتوبر، اولا برحب بالمستشار عبد الناصر خطاب رئيس مجلس اداره نادي 6 اكتوبر، واللي هو النهارده بصراحه يعني اول ما قلت له احنا محتاجين ان انت تستضيف يعني اخواننا اللاجئين من الدول المختلفه النهارده ان احنا نرحب بيهم النهارده ونقدم لهم هديه رمضان، هو بصراحه يعني رحب وقال تيجوا في اي وقت. اشكرك جدا. لا تحت امركم، النادي كله تحت امركم، واحنا بنرحب بقناه المحور على ارض نادي 6 اكتوبر، واحنا سعداء جدا جدا بتواجدكم معانا، وفي اي وقت النادي مفتوح لكم. يعني حضرتك طبعا كل سنه وانت طيب، رمضان كريم. وانت طيب يا فندم. طبعا انا عارفه ان نادي 6 اكتوبر بيقوم باعمال يعني اجتماعيه في المحيط بتاعه، في او دايما بيستضيف مثلا اذا كان اطفالنا الايتام او بيستضيف ذوي الاحتياجات. ده دور المسؤوليه الاجتماعيه مفروض لكل كيان في مصر ولكل انسان وكل مواطن في مصر. احنا كنادي 6 اكتوبر اصلا كان نادي اجتماعي قبل ما انتقل لشباب الرياضه ويصبح نادي رياضي، ولكن مع ذلك احنا في نادي 6 اكتوبر بنهتم بالناحيه الاجتماعيه زيها زي النشاط الرياضي بالظبط. فبتاخد مننا كل الاهتمام والحيز الكبير داخل النادي. طبعا بالنسبه للايتام وبالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه، اي مؤسسه بترعاهم وبتطلب انها تيجي النادي احنا بنخصص لهم يوم او يومين في الاسبوع او في الشهر حسب هم ما طالبين. وفي رمضان برضو احنا بنستضيف يمكن يوميا بالنسبه للايتام وذوي الاحتياجات الخاصه. فده لا ده حاجه لازم، لان نادي اكتوبر ده الوحيد اللي بيخدم مدينه 6 اكتوبر ومدينه الجيزه، ما فيش مكان تاني. طب دول هيروحوا فين؟ يعني الايتام ولا ذوي الاحتياجات اللي ما عندهمش القدره اهاليهم انهم يشتركوا في النادي، طب يروحوا فين؟ لا احنا فاتحين لهم ابوابنا، اي مؤسسه بتطلب احنا بنستجيب على طول. طبعا يعني ربنا يكرمك يا رب ويجازيكم كلكم كل خير. يعني هو طبعا يعني اذا كان الاطفال اللي في دور الايتام بنفسهم يخرجوا يتفسحوا ويشوفوا جنينه كبيره، يشوفوا العاب، يشوفوا، فلما يعني تتاح ليهم ده اكيد ده التكاتف اللي احنا بنتكلم عليه وخاصه بقى في رمضان. والله في اي وقت غير رمضان، وفي رمضان احنا ده طبعا سلوكنا اللي المفروض يكون طول السنه. الله يفتح عليك. ده سلوكنا العادي كمجلس اداره محترم الحمد لله. احنا كيد واحده كلنا كمجلس اداره من ساعه ما جينا متعهدين ان احنا كلنا يد واحده، كلنا بنعمل للخير طالما في الصالح العام، واحنا في صالح مصر كلها. لكن الا لدرجه ان احنا كمجلس اداره يعني احنا بنعمل مبنى حاليا، لو جيتي مثلا خلال السبت الجاي او الاسبوع الجاي هتلاقي احنا بنعمل مبنى لذوي الاحتياجات الخاص. الله حلو قوي الخبر ده. خاصه ليه؟ لان ده فعلا مش كشعور مننا كمجلس اداره، يعني مش على حساب النادي، على حسابنا الخاص. ليه؟ لان دي حاجه فعلا بتسعدنا، لان لما بجيب الايتام وذوي الاحتياجات في النادي في اليوم اللي بيجوا فيه انا بصراحه يعني بتاثر جدا جدا. طب دول ولادنا، يعني يعتبروا ولادنا ولازم احنا نراعيهم ولازم نحافظ عليهم ولازم نديهم المساحه اللي هم مش لاقيينها في دار الايتام او بره عند اهاليهم. فاحنا بنفتح لهم نادي على طول طول العام وليس خلال شهر رمضان.
ربنا يكرمك ويعزك يا رب، كرمكم جميعا، وان شاء الله بقى احنا معاكم بقى، يعني نجيب يعني محتاجين بقى فعلا يجي يجيب معانا دور ايتام، ان شاء الله احنا معاكم نتعاون مع بعض دايما على طول كده يا رب. واشكرك جدا، سعداء جدا بقناه المحور وعلى البرنامج ان انتم بتراعوا فعلا الايتام وذوي الاحتياجات واللاجئين. انا بشكركم جدا انتم على هذا الشعور، واحنا كمجلس اداره النادي بالاجماع من اول ما عليك طلبتي موافقه جماعيه. ربنا يكرمكم يا رب. فرديه احنا كلنا هذا العمل الاجتماعي احنا تحت امركم في اي وقت، وده ناديكم نادي 6 اكتوبر. كرمك يا رب، اشكرك جدا وبشكر كل مجلس الاداره وكل العاملين وكل اللي استضافونا النهارده، كل الشكر والتقدير ليكم. كل سنه وحضرتك طيب. انت طيب يا فندم، متشكرين جدا، اشكرك جدا، متشكرين جدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيبة إن شاء الله، والشعب المصري إن شاء الله طيب. رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم جميع يا رب، ربنا يكرمكم يا رب. يا رب آمين. قول لي حضرتك سوري. سوري الحمد لله، ونحن سوريين يعني الحمد لله بمصر هنا يعني ما لقينا فرق أي شيء عن سوريا. بلدكم الثاني. والله نحن وأعز يعني، والله بلدنا الثاني والحمد لله يعني، والشعب المصري طيب، والله يحمي مصر وأهل مصر و رئيسا وشعبا، ويعني الحمد لله يعني في اطيب من هيك، ولا شفنا احلى من هيك، احلى معامله، احلى ناس يعني، والحمد لله اني حاسين براحه تامه هون بفضل من الله والكرم من الله. بس يعني الامور شوي صعبه لانه كل انسان بيطلع من بلده طبعا بلاقيها صعبه شوي، وان شاء الله. بقى لك قد ايه هنا في مصر؟ والله لي 8 شهور بس. 8 شهور؟ ايوه 8 شهور. ان شاء الله يا رب ترجع بلدك ان شاء الله سالم، وان شاء الله يعني سوريا ترجع امنه باذن الله تعالى يعني. ان شاء الله ان شاء الله. احنا هنا يعني اكيد يعني انا حاسه يعني ان اي حد بيقابلنا من اخواننا العرب هو في بلده هنا يعني. ان شاء الله، والله ان شاء الله وعز. مفيش غربه يعني. والله ما حاسس بالغربه ابدا، حتى في ناس قال يعني انتوا ليش اجيتوا مصر؟ سوريين قريبين قوي لقلوبنا. والله الحمد لله، الفضل من الله والكرم من الله يعني. في ناس قالوا لنا مثلا ليش انتوا مثلا اجيتوا على مصر بالذات، انه يعني الحقيقه نحن ما حسينا في غربة بمصر يعني، كأنه بلدنا سوريا يعني، ما حسينا انه غريبين يعني. اطلع انا اطلع لبرا مثلا على بلد اجنبي، لا انا عايش كأني انا عايش ببلدي، ما حسيت باي غربة الحمد لله. يا رب يعني مش عايز اقول لك تفضل بينا يعني، تفضلوا بينا يعني، ولكن يا رب ترجعوا بلادكم سالمين غانمين ان شاء الله. يا رب سوريا تعود امنه يا رب، واذا كنتوا انتوا يعني في وسطينا يعني زي ما بقول لك كده يعني، احنا في الاول ما بنحسش خاصه السوريين من اقرب الناس لينا، ولكن في ناس مثلا انت تعرفهم راحوا دول تانية. والله في ناس راحوا دول تانية بهن فكروا ان الافضل الحال على احسن، بس للاسف الشديد يعني عم يتمنوا يرجعوا لنفس المنطقه هنا يعني. الناس مشوا من مصر، مشوا وهن في ناس رغبوا انه افضل واحسن، وبالعكس والله هلا يعني بدهم اي فرصه اي وسيله انه يرجعوا لهم، وما عم يقدروا. تواصلوا مع اهاليكم هناك في سوريا؟ والله بنتواصل، بس في مناطق مثلا ما بيصل اتصال صعب يعني، اللي عم نقدر مثلا نتواصل معهم نتواصل، ما بنقدر يعني بنضل قلقانين عليه يعني. جايب اسرتك كلها صح؟ اي والله اسرتي الحمد لله يعني، الحمد لله. معك اولاد؟ والله معي اولاد، في منهم اصابه يعني الحمد لله يعني. منهم اصابه؟ حد اصيب؟ اي والله عندي ابني الكبير، عندي 3 بنات وعندي الولد الكبير في عنده اصابه برجله، والحمد لله يعني رب العالمين يعني عداها بخير، والحمد لله عم يتعالج هون تقريبا في، بس لساته يعني عنده اصابه كبيره يعني برجله، والله عنده كسور وقطع اوتار والحمد لله. ده عشان يعني كان هناك في انفجار او في حاجه؟ ايوه يعني بتعرف اصابات وحرب ودنيا يعني، اجته اصابه في منطقه قصف يعني وقتها. أيوة منطقه الريف، منطقه الريف ريف دمشق. ايوه هذه المنطقه هي يعني صعبه شوي كانت علينا، حتى الله عداها الحمد لله فيه ويعافيه خير الحمد لله، وان شاء الله تضلوا بخير جميع يا رب. يا رب يا رب، ورمضان كريم علينا وعليكم. كريم على حضرتك محمد, محمد يا رب، على كل احبابك، ويا رب ترجع لاهلك يا رب لكم جميع، وان شاء الله ربي ما بصيبكم مكروه يعني بجاه الشهر الفضيل، والحمد لله على كل حال. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انت بين اهلك هنا والله واعز الحمد لله، وانتم شاكرين على جهودكم يعني اللي عم تبذلوه هنا الحمد لله يعني، والله ما شفنا غير احسن معامله واحسن ناس يعني، ويعني من جميع الحمد لله.
ربنا يكرمكم ويعزكم وما تشوفوا اللي شفناه نحن ولا تدقوا اللي دقناه ان شاء الله، بس الحمد لله. يا رب يا رب يعني يحفظ كل بلاد العرب يا رب. امين يا رب، الله يسمع منك يا رب. اشكرك جدا على راسي، الله يلعنك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتعرف على حضرتك؟ انا العراقيه فراقد نجم. اهلا بيكي، هي منوره مصر كلها. منوره بيكي، الله يخليك. بقالك قد ايه في مصر؟ انا بقالي 4 سنين. 4 سنين، يعني بقالك شويه كتير بقى. يعني ايه اخبارك في مصر وعايشه هنا ازاي؟ احكي لي كده. انا حالتي صعبه جدا هنا في مصر عشان انا جوزي تعبان ومريض. مريض عنده ايه؟ هو مبتورة رجله وعنده انسداد شرايين في قلبه وعنده جلطة. الجلطة جت له بقى لها اسبوع وهو مرمي في البيت. هو راجل لا حول ولا قوة الا بالله، 66 سنة عمره. والله ربنا يشفيه ويعافيه. طيب احنا هناخد بياناتك وان شاء الله باذن الله تعالى نقدر باذن الله نشت كل القنوات. انا عايزه احنا معاك، احنا معاكي من غير ما يعني احنا بس هناخد بياناتك هتديها لزمايلي دلوقتي ونشوف هو محتاج علاج لجلطه صح. هو العلاج تبعه الشهري بيعدي ال 1300 1400 في الشهر، وانا ما معيش. والله معاكي اولاد؟ معايا ولد وبنت. موجودين معاكي هنا؟ موجودين. ما نزلتي من العراق، يعني كانت الظروف هناك، يعني جيتي، يعني احكي لنا الظروف كانت صعبه ازاي اللي خلتك تجينا. انا جيت عشان جوزي هناك كان مهدد، وهو البتر كان في العراق عشان هم رموه. هو عنده سكر وضغط. رموه فين؟ رموه في رجله في قصر. يعني اتضرب بالرصاص؟ بالرصاص. وجبته جيت عشان جوزي ما ماتش، ام لحقوا بابني، عايزين ابني. فانا جبت ابني وجي. يعني كان ده كان بين مين؟ يعني مين اللي عمل كده؟ كانت الميليشيات اللي عامله هناك. الميليشيات اللي هناك هي ميليشيات عشان احنا كانوا بيستهدفوا لي. عشان احنا كنا ساكنين في منطقه الشيعيه واحنا سنه، فخرجونا بالقوه. فخرجت، هم افتكروا ان جوزي مات بس هو ما ماتش. انا كنت ماخداه في المستشفى عشان بعالج رجله، فراحوا لابني للمدرسة، لحقوا ابني عشان ياخدوه. فأم ابني هرب، نط من على سور المدرسة، ومن سور المدرسة جبته وجيت للمطار على طول، وجيت دخلت لمصر. وأنا يعني الحمد لله والشكر إنه مصر استقبلتني. وبس يعني محتاجة بقى علاج للزوج. حاضر. محتاج يعني هو راجل كبير ومعوق وعاجز وعنده كذا مرض. ربنا ان شاء الله يشفيه ويعافيه وباذن الله تعالى، يعني ربنا ان شاء الله يكرمك وترجعي للعراق، ويا رب يكون العراق امنه يا رب، وكل الدول العربيه يا رب، وكل بلاد المسلمين يا رب. امين. الله ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه بقى. بتسمي كده وانت طيبه. سلام. وانت طيبه. سلام. طيبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أتعرف على حضرتك؟ صباح محمود من السودان. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بك. قولي لي بقالك قد إيه هنا ست صباح؟ أنا من 2011. يا ده بقالك 6 سنين. بس بقى يعني ما رحتش المفوضية إلا في 2014. يعني أنت هنا أنت وعيلتك ولا؟ أنا لوحدي فقط. أنت جاية لوحدك؟ أبويا وإخواني لا حول ولا قوة إلا بالله. في السودان أصبح مش آمن يا بنتي. أنا بتكلم وانطلق أنا سنة كبيرة، فبقى مش آمن. حتى لو أنت ماشية في الشارع أنت بتخافي 60,000 مرة على روحك. مصر أمان. مصر أنا درست فيها في شبابي،
حاسة بالأمان فيها، ومن ما جيت لغاية الوقت في أمان، يعني ما تحسيش نفسك أنت فيها إرهاب من هنا ولا من هنا ولا من هنا. مناطقنا اللي هنا دي الحمد لله، الله يحميكم ويحمي جيشنا المصري، وشعب طيب معروف، يعني شعب مصر والسودان حتة واحدة، ما فيش حاجة اسمها السودان وحاجة اسمها مصر، كان زمان حاجة واحدة. جدودنا احنا راحوا من هنا لنشر الدعوة الإسلامية للمعمار لي أيام الملك فاروق. يعني الوضع هناك، انت جيتي هناك عشان الوضع غير آمن؟ أنا من الأمن الوضع في السودان عامة، يعني حتى لو انت عندك مثلا من الشق بتاعك في الأسرة مثلا اتجاه سياسي أو انت بتتحاسبي زي كأنك انت إرهابية. الصراعات الموجودة هناك الموجودة، حتى لو قلنا في الغرب ولا في الشمال ولا في الشرق ولا في الجنوب، هي كلهم عصبة وكلهم مليشيات وكلهم ما تفهميش، كان شرطة ولا كان جيش ولا نظام عام، ولا كلهم طبقة واحدة، ما فيش تحسي زي ما اللي حاصل. المخطط ده شايفاه المخطط اللي اذا كان لسوريا ولا العراق ولا صهيوني؟ اسرائيل دلوقتي في الجنوب قاعدة بتعمل ايه عشان تكرر ميه وتوديها وتبني السودان؟ جنوب السودان عند مستر سلفاكير. That's it. يعني هم يقسموا الدول ويبقى في صراعات، بالذات السودان عايزين يقسموها لخمسه دول، كل واحد ياخد ورك، وعلى حسب الورك اللي يطلع ليه للجماعه الطيبين انتهى. لكن انسانه كانسانه تعيش في السودان، لا، انعدمت الانسانيه، اتعدمت، حتى انه بيجوا يستوردوا البرتقال ويحقنوه بالدم عشان يقولوا ده برتقال جاي ملوث. I'm talking serious, I'm talking to. ربنا ده اللي حاصل في السودان، وعشان كده الواحد لجأ لمصر، لأنه هو بحس إنه من نفس الدم واحد، قد النظر عن الجنسية أو اللون أو العرق أو تحس بالأمان في مصر، أنت واحد دايما، يعني تحس بالأمان، ما فيش فرق. الله يحميكم ويحمي كل جنودنا. يا رب. ربنا يعيدكم لبلادكم سالمين يا رب، وكل الدول العربية والإسلامية يا رب يعم عليها الأمن والأمان يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. يا رب إن شاء الله. مع عدد من الجنسيات المختلفة، وزي ما كنت فاكرة ان احنا هنيجي بس نقابل عدد من السوريين، من اللاجئين السوريين والصوماليين، ولكن عرفت من الناس الموجودة هنا كلهم ان في عدد كبير من جنسيات مختلفة من دول عربية ودول افريقية، وقد ايه فعلا يعني الناس دي محتاجة ان احنا نتكاتف معاها. وان احنا اذا كنا بنتكلم زي ما قلت لكم في بداية حلقتنا عن التكاتف والتراحم، ان ازاي ممكن تكون في عون العبد عشان ربنا سبحانه وتعالى يكون في عونك باذن الله تعالى، لو انت فعلا نزلت وحاولت تعمل ده. احنا جينا لحد عندهم النهاردة وحاولنا ان احنا نجمعهم كلهم في مكان واحد. كل الشكر والتقدير لمجلس ادارة نادي 6 اكتوبر برئاسة المستشار عبد الناصر خطاب، اللي هم فعلا يعني اتاحوا لنا الفرصة دي ان احنا يكون في عندنا اتاحة ان احنا نقعد معاهم ونوزع عليهم كراتين الهدية المقدمة من مؤسسة سما لتنمية المجتمع برئاسة دكتور حسن راتب، ونحاول بقدر الامكان النهاردة ان احنا نقضي معاهم يومنا، وان احنا نحاول ان احنا نسعدهم ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. حاولنا النهاردة ان احنا ندخل البسمة على قلوبهم، وهنكمل معاهم بكرة ان شاء الله. استنونا بكرة بإذن الله تعالى، احنا لسه مكملين معاهم، هنوزع عليهم هدية شهر رمضان، ونحاول ان احنا نسمع منهم ونكون بقدر الامكان يعني اذان صاغية ليهم، وان احنا نكون صوتهم اللي هو لو حد حابب عايز يقول اي حاجة، لو حد عنده مشكلة ما، لو حد عايز يتكلم معانا، نكون بقدر الامكان نقضي يومنا معاهم بكرة بإذن الله تعالى. تعالوا نكمل معاهم بكرة بإذن الله تعالى، ونحاول نفرحهم، ودايما في نهاية كل عمل بنقول اللهم تقبل.